مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل ممكن أنك تأخذ قراراتك من خلال الأحلام؟ وماذا حدث إن تحققت الأحلام؟ هذا ما سنشاهده. دي قصة حياتي ضمنها في إيدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوه اللي فيك، الحلوه اللي فيك. بنكون فرحانين جدا احبائي المشاهدين كل مره تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق الفيسبوك صفحتنا حياتك في قصه او اليوتيوب، تقدر تحمل وتشاهد كل القصص على اليوتيوب في قناه حياتك في قصه، او عن طريق السكايب، او زياره موقعنا وده المفضل على الانترنت www.lifestorytv.com. من خلال موقعنا ارسل لنا قصه عجبتك او قصه حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصة النهاردة قصة تبدو أنها عجيبة لكنها موثقة، فأكيد أشاركك أن تفكر معي في هذه القصة. قصتنا النهاردة بعنوان حذرني الله في حلم، والقصة جاية من أعماق صعيد مصر، من بالتحديد من قرية الطيبة. الطيبة الاسم على مسمى، قرية الطيبة المحببة على قلبي، في مدينة باسم مدينة سمالوط في محافظة المنيا في صعيد جمهورية مصر العربية. وبالتحديد صاحب القصة أخويا عادل كمال، وده أخ محبوب ومسيح حقيقي مشهود لي، أعرفه شخصيا طبعا، وهو اللي حكى القصة دي. وليه لما أنا أعرفه شخصيا كنت ترددت أني أذكر القصة لألا تكون مش حقيقية، بس أنا أعرفه والقصة مؤكدة. حكى أخويا عادل كمال بيقول أنه لما كان بيشتغل في توشكا، تشكى جنب بعد أسوان في جنوب أسوان، في قناة اسمها قناة الشيخ زايد سنة 1999، كان هو سواق لودر. لودر ده زي مكنة كبيرة جدا بتخلط الإسمنت مع الزلط، وبيخلط حاجة اسمها السن. بيصعد الكوبري أو جسر عالي حوالي علو 8 أدوار، ويحط الحاجة اللي خلطها في الخزان للمواد الإسمنت والسن، ويرجع تاني على الارتفاع ده اللي هو قدره بثمان أدوار سكن يعني، ويرجع تاني. هو رايح، هو طالع اللودر، هو بيسوق وهو نازل، في عامل دايما بيقول له اطلع انزل، يهيئ الطريق وراه، بيقفل. وفي يوم من الأيام وهو بيشغل سنة 1999 في توشكا بيسوق اللودر كل يوم، بالليل هو مؤمن حقيقي، مسيح حقيقي، اختبر المسيح وغير حياته وتولد ولادة تانية من الله. وهو بالليل حلم ان هو نازل باللودر اللي هو سايقه، والعامل بيقول له انزل، راح اللودر سبق وداس العامل. هو عارف العامل، العامل كان شخص من قنا، من مدينة قنا، وشخص معروف وعليه طار وفي صداقة بينه وبين العادل. فصحي منزعج جدا أخويا عادل من الحلم، وقال معقولة الحلم بيقول إن أنا قتلت العامل باللودر؟ أنا مش رايح بكرة. وخد القرار، اعتبر إن الحلم صوت من الله ليه، وخد القرار، ورغم إن صحته زي الفل ما راحش الشغل. الغريبة إن الساعة 10 صباحا جاله تليفون من مكان الشغل بيقول له أنت فين؟ اللودر داس العامل اللي من هنا وهو نازل. قال ياه، أشكر الله. طبعا تأسف جدا لأن العامل قتل، بس شكر الله، قال له كان ممكن أنا أقتله لأنك حذرتني في حلم امبارح. وطبعا في البداية كانوا معتقدين أنه هو اللي موجود على اللودر لما العامل اتقتل، بس اكتشفوا أنه سواق تاني اللي كان موجود، وأنه أخويا عادل ما راحش الشغل مخصوص هذا اليوم، مش بسبب أي شيء آخر غير أنه بيقول أن الله حذرني في حلم. وطول عمره بيشكر ربنا، لأنه طبعا لو كان قتل العامل أكيد كان اتسجن مدى الحياة أو فيها مشاكل قانونية رهيبة، لكن شكر ربنا اللي حذره عن طريق حلم.
من انه يروح الشغل في اليوم اللي ممكن العامل يتقتل فيه. القصه دي عايزه تفكير، وعايزك تشاركني فيها بعد ما نستمتع بواحده من روائع الترنيم مع المرنم المبارك. احب اقول عليه المبارك اسحاق كرمي، لانه دايما يعني في وجود اسحاق كرمي انا مش بجامله ولا حاجه، بتكون في بركه سواء في كنيسه او في اجتماع او في برنامج. فاستمع الى اسحاق كرمي في هذه الترنيمه ثم نستكمل حذرني الله في حلم. ابقى معي الى ما بعد. أنا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، علشان خاطر أخويا عادل كامل اللي ربنا نجاه من إنه يكون بيقتل عادل كمال، أخوه الأخ كمال كامل.
وهو عادل كمال طبعا معروفين في الطيبة من أحلى الناس. وعلشان كده القصة موثقة إنه هو بيشتغل حلم إنه هيقتل العامل اللي وراه، فقال مش هروح الشغل. وفعلا الساعة 10 الصبح السواق اللي بدأ مكانه قتل العامل. طبعا القصة دي فيها كلام كبير جدا، لكن أنا هختصر كلامي في حاجتين علشان أبقى محدد. الحاجة الأولى إن العامل ده هيتقتل، يعني هيتقتل عن طريق عادل إذا كان هيسوق، فربنا قال له ما تروحش تسوق اللودر النهاردة لأنه في الحلم هتقتل العامل. ولما عادل ما راحش اتقتل عن طريق السواق التاني. يعني في مثل، هو مثل يعني شهير في مصر شعبي جدا، بيقول لك لو صبر القاتل على المقتول لكان اتقتل وحده. وفي قصة شهيرة في سبتمبر 11 لما برجي التجارة وقعوا في 11 سبتمبر، راجل فرحه جدا جدا انه ما راحش الشغل في اليوم ده، راحوا البيت لقوه ميت على سريره. في ناس احباء ليا جدا وخدام مباركين بيختلفوا معايا في وجهة النظر حكاية الاجل، لكن في سفر ايوب اصحاح 14 وعدد 3 و4 يقول كتاب حد عينت اجله فلا يتجاوزه. علشان كده الإنسان محدد باليوم. هقرأ لك بالظبط، يعني لو تطلع معايا في كتابك سفر أيوب وأصحاح 14 يقول بالظبط كده، إن كانت عدد 5 أيوب 14:5، إن كانت أيامه محدودة، أي إنسان عمره محدد، إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك، يعني بالأيام والشهور، وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، الله عين أجل الإنسان، فاقصر عنه ليستريح إلى أن يصر كالأجير بانتهاء يومه. طبعا بعض الأطباء بالذات في أمريكا من حبايبي وأصحابي قالوا له أنت بتقول وبتعلم بحكاية الأجل دي، بتخلي الناس واحد يقول لك طب خلاص أنا ما عندي كوليسترول وهاكل دهون ويموت بقى ويقول ده أجل. لا، أنا عمري ما بعلم أن أنا، يا ما ناس بيحفروا قبورهم بالشوكة والسكينة معروف، ومش بنعلم أني أرمي نفسي قدام العربية وأقول ده أجل. لكن في النهاية بعد كل الأحداث دي الله عارف العمر، طبعا الله عارف العمر، والعمر محدد، طبعا العمر محدد. القصة دي هي قصة حقيقية من أخ مسيحي خادم للرب، أخوي عادل كمال، اللي حكى أنه هو لما حلم أنه الراجل هيتقتل هو ما راحش، الراجل اتقتل. طبعا مش بحاول أدلل، لكن عندي آية بتقول عينت أجله فلا يتجاوزه. إذن حياتي وحياتك على الأرض محددة. علشان كده أفضل شيء إنك تبقى عارف بعد الموت إيه الموضوع. من أشهر الآيات اللي قالها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى أصحاح 28 أصحاح 16 عدد 28، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، يعني بقي مالتي مليونير وبقي شهير وانبسط وعاش حياته أفضل ملك الدنيا، يعني مع أن ما حدش يمتلك العالم كله، وفي النهاية رمى في الجحيم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله بيتكلم بالأحلام. الله بيتكلم بطرق كتير، الله ما زال يتكلم، الله بيتكلم ليا وليك زي الترنيمة الشهيرة اللي بتقول الله بيكلم كل الناس. طرق كثيرة الله يتكلم للإنسان البعيد، والله يتكلم للمؤمن، طرق كثيرة. أفضل طريقة لكلام الله هي بالروح القدس الساكن في المؤمن، يعني أفضل طريقة، الطريقة المعتادة، قال الروح القدس مثلا لفيلبس رافق هذه المركبة، قال الروح لبطرس في 2 جايين لك في ساعة في بيت كرنيليوس، وهكذا ساعة ما يروح لبيت كرنيليوس لما هو كان في يافا في بيت سمعان الدباغ، وهكذا. دلوقتي الطريقة المثلى لكلام الله معايا عن طريق الروح الساكن فيها. ولكن هل يمكن أن الله يستخدم الأحلام؟ طبعا في أيوب 33 وعدد 15 الآية الشهيرة يقول في حلم، في رؤى الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع يتكلم الله مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. يبقى ممكن ربنا، الله حر، الله أعظم من أن أنا أعمل له حد وأقول هو لازم يتكلم بالطريقة دي. وعلى فكرة دي من أسوأ الحاجات اللي بتخليني مش بعرف صوت الله، أن أقول له أنا مش هسمعك إلا لما تكلمني بالحلم. لا، هو حر يكلمك في آية، يكلمك بورقة في الشارع،
يكلمك يعني أبونا سمعان إبراهيم في المقطم، ربنا كلمه في المنطقة بتاعت الزبالين في دويقة في المقطم في مصر، معروفة قصته. وليه ورقة واقعة، ورقة جاية له كده ومكتوب عليها آية بتقول له أنا أرسلتك لهنا، وتغيرت حياته. وهن دلوقتي الكنيسة هناك كنيسة سمعان الخراز أبونا سمعان إبراهيم، يعني تشوف العظمة والبركة. كلمه ربنا في ورقة، الله يتكلم بأي طريقة، هو حر، بس المهم أنا أدرب وداني وأقول له اتكلم. طبعا الله بيتكلم بالحلم، لكن في نوعين من الأحلام. وعلى فكرة ذكرنا قبل كده قصة رامي الشمالي، أشهر من كلمهم الله في الأحلام طبعا، وما تقدر على اليوتيوب تكتب قصة رامي الشمالي. وذكرنا أنه هو حلم رامي الشمالي برضو حلم أنه هيموت بحادثة عربية، وقال الكلام ده على القنوات التلفزيونية قبل ما يموت، أنا حلمت أنه هموت في حادثة عربية. وفعلا على كوبري على جسر أكتوبر في مصر عند منطقة العباسية مات بنفس الحلم اللي حلمه، نفس الكلام اللي في قصتنا النهاردة. فالله بيتكلم بالأحلام، بس في نوع من الأحلام التانية، مش كل مرة أحلم حلم هقول ربنا كلمني. في أحلام يقول عنها الكتاب، يأتي في جامعة 5-3 الحلم يأتي من كثرة الشغل. يعني المثل المصري الشهير الشعبي، الجعان يحلم نفسه في سوق العيش. نفس الكلام، الحلم يأتي من كثرة الشغل وقول الجهل من كثرة الكلام. في أحلام، ده أحلام التعب، في أحلام الاحتياج، كما يحلم الجائع. يعني المثل المصري هو مأخوذ من أشعياء 29:8، كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة، وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذا هو رازح ونفسه مشهية، هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. إذن في نوع من الأحلام يجي من التعب، وأنت مجهد واخد أدوية معينة بتخليك تحلم، في بعض الأدوية بتعمل كده أو الإجهاد. في أحلام الاحتياج، ثم في أحلام من قبل الله. في حوالي 12 شخص شهير كلمهم الله، مر عليهم بسرعة جدا. أبي مالك الملك في تكوين 20:3، يعقوب في تكوين 28:12، يوسف في تكوين 37:6، رئيس السقاة والخبازين في تكوين 40:5، ثم فرعون في تكوين 41، ثم مريم وهارون في عدد 12 وعدد 6، ثم الشخص المدياني اللي حلم بجدعون في قضاة 7:13، ثم سليمان الملك في ملوك الأول 3:5، ثم نبوخذ نصر في دانيال 2 الحلم الشهير جدا جدا بتاعه، ثم دانيال نفسه في دانيال 7:1، ثم يوسف النجار خطيب القديسة العذراء المطوى مريم في متى 1:20، ثم في آخر الأيام أعمال 2:17 يروا أني أسكب على روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم ويرى شبابكم رؤى وفتيانكم أحلاما. 12 شخصية ربنا كلمهم بالحلم. الخلاصة، هل بتسمع صوت الله؟ أختم كلامي معاك بآية. الآية دي بتقول سبيل الصديقين مثل نور المشرق ينير ويتزايد نحو النهار الكامل. يعني ربنا زي ما قال الأخ عادل كمال أني بكرة خلي بالك ما تروحش الشغل، ما راحش. ما أحلى اللي بيسمع الرب. إذا سمعت الرب في حاجات وقطعته هيسمعك اللي جاي. إذا رفضت تسمع ربنا مش هيقولك. يعني أنت بتحب تسمع اللي عايزه، كل إنسان فينا يحب يسمع اللي عايزه، علشان كده قول له يا رب أثقب أذني بالمعنى الروحي في الكتاب، يا رب خليني أسمع كلامك، خليني أطيعك، يا رب أنا عايز أبقى ملكك في كل حاجة، مش في حاجات. على فكرة احنا سيلكتد، يعني إيه؟ عايزين ربنا يحذرنا من الأحلام عشان ما نعملش مشاكل بالعربية مثلا أو باللودر زي عادل أخوي عادل. والحاجات التانية مش عايزين نسمع، قول له يا رب أنا بالكامل عايز أطيعك، أنا بطيعك لأنك بتقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وصلي معايا قول له يا رب أنا بفتح قلبي ليك، تعال كلمني يا رب، تعال سمعني صوتك يا رب، أنا بقبلك مخلص وفادي، بتحذرني من الأبدية وبتحذرني من الموت وبتحذرني من الجحيم، وأنا بحتمي فيك وفي صليبك، أنا بقبل كفارة عملك يا رب يسوع المسيح على الصليب بدل مني. أتركك في رعاية الله إلى حلقة قادمة من برنامج حياتك في قصة، طول الوقت ربنا بيكلمك وانت بتستمع وبتستمتع. إلى حلقة قادمة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. في نوع من الأحلام يجي من التعب، وانت مجهد
واخد أدوية معينة بتخليك تحلم، في بعض الأدوية بتعمل كده أو الإجهاد، في أحلام الاحتياج، ثم في أحلام من قبل الله. دلوقتي الطريقة المثلى لكلام الله معايا عن طريق الروح الساكن فيها، ولكن هل يمكن أن الله يستخدم الأحلام؟ طبعا الله حر، الله أعظم من أن أنا أعمل له حد وأقول هو لازم يتكلم بالطريقة دي. إذا سمعت الرب في حاجات وقطعته هيسمعك اللي جاي. أنا واثق في رعايتك ليا، أنا واثق في عنايتك بيا، أنا